أثناء الرحلة، وذلك عن طريق إدخال الطرف المعدني في فتحة التثبيت وإحكام الربط عن طريق شد الحزام. بعد الإقلاع، عندما تطفأ إشارة ربط الأحزمة، يمكنكم فك الحزام عن طريق رفع المشبة المعدني. ولكننا ننصح بإبقاء أحزمة المقاع المرغوبة تحسبا لأي مطبات جوية غير متوقعة. تكتم رغم أنك أجلي صلوه. في حالة هبوط الضغط المحصورة، ستسقط قلعة رطش تلقائيا من اللوحة الموجودة فوقكم. يرجى سحب القلاع للأسفل بقوة لتنشيط تدفق الأكسجين، ثم وضع القلاع فوق الأنف والفم. اسمي جو سمعين أي بيرينا تسلم لطلع. يرجى شد الشريط البطاطي. احرصوا دائما على أحكام تثبيت قلاعكم أولا قبل مساعدة الآخرين. Jinak docela dobře vybavený letadlo, na to, že je to Boeing 737. Údajně nějaká nová generace. في حالة تعذر الرؤية في المحصورة، فإن المصابيح المشعة للضوء الموجودة بالأرضية سوف ترشد. بكتورا بسكنوا الطوارئ. توجد ثمان مخارج للطوارئ على متن هذه الطائرة، أربعة جهة اليمين وأربعة جهة اليسار. توجد زلاجات.